مليوني. اوكي يا جماعة عم نمزح، اكيد هو مش نحنا، بس انا كتير بحب الدريفتينج، ولا مرة بحياتي عملت دريفتينج. دريفتينج طفحيط بالعربي. فاليوم جيت عند اوليفر كيك. اوليفر حيعلمنا الدريفتينج. هاي اوليفر، تمام؟ مش الحال. اللي ما بيعرف اوليفر، اوليفر بطل الشرق الاوسط بالدريفتينج لعام 2018. كيف بدنا نبلش؟ نبلش بقصص بسيطة ومنصير نصعد. اوكي، ار يو ريدي؟ اكيد. ار يو ريدي؟ اكيد. كم شغلة عن دريفتينج؟ اوكي، انا اول مرة بطلع مع حدا عم بيعمل دريفتينج. اول واخر مرة بحس. انا مرتاح كثير بالسباق اليوم، حاسس انه يصير معنا شيء. شو قولي؟ لا ان شاء الله ما يصير معنا شيء. سمعت هالاصوات الغريبه، شو رايك تجربي؟ انا خبروني خبريا انه صوتك حلو بتغني. ايه هات لنجرب. انا عم بعمل دريفتينج تغني. انا اغني؟ ايه هذا تشالنج. يلا جو، يلا 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 هني بي رو 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 مش عم يسبيني ولا كيف. يلا بغني لك. اوكي يلا جو جو جو. لانه انا بدي فل يعني خلص. شكرا. ثانكس اوليفر عن جد. ايه خاف ليه عم ترشفي؟ عادي عادي، اكيد كل شيء سيف. نحن بالاكاديمي عندنا وما في ريسك وما في خطر. رح نعمل سيشن، رح نحكي بالاول اهم شيء عن السيفتي رولز. هات السيت بيلت. اوكي هلا بدنا نظبط درايفنج كل شيء اكيد حسب طول كل شخص. هلا اهم شغله ندور السياره بالاول، بس ما في مفتاح. اول مفتاح شباب، مفتاح السياره. احو تحتي وين؟ اوكي داس كلاتش على الاخر. دور السياره، المسحات السياره مش مسحات. شيل اجلك شوي شوي عن الكلاتش، داس بنزين شوي شوي. شيل اجلك عن الكلاتش. شيل يا هلا شوي شوي هلا. هلا رح نشرح مبدا الدريفتنج. اوكي مبدا الدريفتنج شغله من شغلتين. اول شغله اكسلريشن، يعني بنزيد سرعه برمه العجلات الخلفيه. ايوه عندك بيرجع عكس الاكسلريتنج دريفت، ديسلريتنج دريفت. ديسلريشن هو بس نخفف سرعه الدولاب. شيل اجيك على الكلاتش. فيري جود. اوكي تقليعه كثير منيحه، خفضنا اقل من اول 10 مرات. سلو داون 1 2 جو. دعسك عم خليك دياس، خليك دياس، خليك بس. بيرفكت بيرفكت شيء. على فكره على فكره بلا ما اقول لك فلتت بالمطرح الصح. اوكي هيدا بخفف سرعه الدواليب لورا. دعس بس كفي السواقه. خليك دياس، خليك دياس، خليك دياس، ما تخاف. خليك دياس، خليك دياس بس. نص دور. ليه بشيل اجري انا؟ لانه هو دريفتنج ضد الطبيعه، ضد اللوجيك. اني ضد الطبيعه. اوكي اني حولي ما بحب. لقيت سيلف ستيك انا هلا. 20,000. مش هاي تبع الانيكا دخلة؟ بدي اكل. بدي منك تعامل الدعسة كأن حدا بهمك امره وبدك تنتبهي له. بدي ستيري. خليك دارسة. ضب شمال، ضب شمال. ليتس جو.
فريستايل يعني. اوكي 1 2 جو. يارا، I think you did an amazing job today. عندك كلتش على الاخر. مبين عندك تالنت بالدريفتنج بالسيارات. بدنا نقول للكل انه ما تسرعوا على الطريق، في مطارح مخصصه. هلا حرقت الدولي انا صح؟ ما بأسف فديك، في دولي بتديرها. فاليوم جيت لحتى اتعلم دريفتنج. اوكي جايز، نحن خلصنا تصوير لليوم ويارا عم تاخذ ستوريز ورا، بس مش عارفه بدنا نعملها سبريز كثير صغيره نحن. انحشر يعمل دريفتيك انا وعم صهوير. ليه؟ اوكي يا جماعه، هيك بنكون خلصنا الاكسبيرينس. كثير حلو، انا كثير انبسطت فيها. من زمان عبالي اجرب اعمل واتعلم دريفتينج. اذا حابين تجربوا هيدي الاكسبيرينس، اهم شيء انه ما تعملوها لحالكم، تعوا على اكاديمي يكون معكم انستراكتورز ويعلموكم مزبوط. انا كثير حبيت، ان شاء الله تكونوا انتم حبيتوا. اتركوا لي رايكم بالكومنت وقولوا لي شو حابين تشوفوني عم بعمل نيكست، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب يعني للفيديو. ثانك يو جايز، باي. تمام، مش الحال جود.